أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا كلام الله، الله موجود، هذا علم الله عليم، هذه حكم الله حكيم، ذي مظاهر رحمة فالله رحيم. كيف ينكر وجود الله؟ كيف يكذب بالله المكذبون؟ على من نزل هذا الكلام؟ على محمد بن عبد الله؟ هل يعقل أن يكون غير رسول الله والله يوحي إليه وينزل إليه كتابه؟ مستحيل. كيف يكذبون رسالته وينكرونها ويأبون أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والجواب: الشياطين تصرفهم عن الحق ليطغوا ويهلكوا مع الشياطين، لا يتدبرون ولا يسمعون ولا يسألون. الآن ملايين البشر من اليابان إلى الأمريكان يسمعون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسمعون بالإسلام والرسالة. ما هناك من يأتي ويسأل أهل العلم من المسلمين، يرحل إليه من اليابان إلى المدينة أو من أمريكا إلى القاهرة ويسأل، مع وجود مسلمين عالمين في بلادهم، ولكن إعراض كامل. وهذا نقول كتب الله شقاوتهم، كتب الله خسرانهم، أعدهم الله لعالم الشقاء في جهنم يخلدون فيها أبدا. وإلا ما هي الصواف أو الموانع؟ ونعود إلى السياق الكريم، يقول تعالى لنبيه موسى: اذهب أنت وأخوك هارون. ما أين تم هذا اللقاء مع الله؟ في جبل الطور. اذهب أنت وأخوك، من أخوه يرحمكم الله؟ هارون. اذهبا بأي شيء؟ بآياتي التي متعتكم بها وأمتعتكم بها، منها آية العصا تهتز كأنها جان، ومنها آية اليد وغيرها، بآياتي الدالة على وجودي وعلمي وحكمتي وقدرتي وعلى نبوتك يا موسى ورسالتك لهارون، والدال على أن الله خلق الناس ليعبدوه، لم يخلقهم ليفجروا ويعصوه، وأعد للطائعين الجنة دار النعيم، وللعاصين النار دار البوار، والعياذ بالله تعالى.
وقوله ولا تنيا في ذكري. بما أوصى الله موسى وهارون ألا ينسيا ذكر الله أو يتهاون فيه أو يضعف عنه أو يقصر فيه، لأن ذكر الله هو الروح، بدون ذكر الله موت. فلنذكر هذا ونعيش على ذكر الله تعالى، فلا نضحك ولا نلهو ولا نلعب طول النهار، ينبغي أن نقضي سهاءاتنا في ذكر الله. هذا موسى وهارون يقولهما رب تعالى ناهيا لهما ولا تنيا في ذكري ولا تفرط ولا تقصر. اذكروني، اذكروا وعدي وعيدي نصرتي، اذكروا صفات الجلال والكمال لتستمعوا على دعوة الحق ثابتين منصورين. ولا تنيا في ذكري. ثانيا يقول لهما اذهبا إلى فرعون. لماذا يا ربي؟ إنه طغى. أرسلهما إلى فرعون، روح إليه، اذهب إلى فرعون. لماذا؟ إنه طغى. طغى يطغو طغيان إذا ارتفع وتجب وتكبر، كما يطغو الماء ويرتفع، فهو قد طغى وارتفع وأصبح يدعي أنه الرب وأنه الإله. ما هناك طغيان أعظم من هذا. إذ قال أنا ربكم الأعلى، وقال يوما آخر ما علمت لكم من إله غيري، أبدا ما علمت لكم من إله تعبدونه غيري. والطغيان ممقوت، ويجب أن لا نسلك هذا المسلك، دائما التواضع واللين والانكسار. أما التكبر والتجبر يحمل على الطغيان والعياذ بالله تعالى. إنه طغى. وبعد ماذا يقولان له؟ فقولا يا موسى وهارون، أشركه بالدعوة، فقولا له قولا لينا. هذه آداب الدعوة الإسلامية، ليس فيها غلظة ولا شدة ولا عنف. يا شيخ عبد العزيز، يا أبا عبد العزيز، ما في رفع صوت ولا غلظة ولا، ولكن باللين. يا سيد، يا أخي، يا بني، ما حق تفعل هذا؟ من الأدب أن تجلس هنا لا تقول هذا. هذا القول اللين، القول اللين لمن مع فرعون الجبار الطاغية. ومع هذا أمرهما الله تعالى أن يقول القول اللين، ما في خشونة ولا غلظ ولا شدة أبدا ولا إهانة له ولا، قولا لينا. والعلة ما هي؟ لعله يتذكر أو يخشى. أما لو كان من قوله يا طاغي يا كافر يا جبار يضرب على رؤوسهما. لكن يا حاكم البلاد، يا من أعطي هذه البلاد، يا من هو كذا كذا، باللين اذكر الله، اذكر أنك مخلوق مربوب، اذكر خالق السماوات والأرض، أنت ما كنت موجود، وهكذا لعله يتذكر بكلامكما ويخشى ربنا عز وجل، فلا يخرج عن طاعته ولا يكفر ولا يطغى. هذه حكمة ما ننساها. على الدعاة أن يكونوا لينين في العبارة، لينين في الكلمة، لا خشون ولا غلظ ولا شدة. وممن أخذوا بهذا المبدأ من العوام جماعة التبليغ، يحتضنون الشخص، يقبلونه كذا كذا حتى يدخلوا في قلوبهم، ثم يخرجوه من الحانة وإلى من المقهى إلى المسجد. فلو كان يا فاجر يا كافر ما يستجيب أحد. المصلح الله عز وجل. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
بما أجاب موسى وهارون ربهما؟ قالا ربنا، أي يا ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كيف يخافان؟ نعم، إذن بأنه يجوز المؤمن أن يخاف ما من شأنه يخاف، ولا يقول هذا يتنافى مع التوكل أو التوحيد أو طاعة الله. إذا رأيت ثعبان أمامك ما تخاف، تخاف لص أو صل أمامه كذا تخاف، لكن هذا الخوف يفزعك إلى الله ويلجأك إليه ويلجئك إليه، فتذكر الله وتتوكل عليه. أقول أرد قول الذين قالوا لا يخاف الإنسان إلا من الله، فهذا القول باطل بدليل هذه الآية الكريمة. ما قال لربهما إننا نخاف، ما قال لا تخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا من أول ما يصفعنا أو يبعث بنا إلى السجن أو يعذبنا أو يطغى فلا يسمع منا كلام ولا يستجيب لنا. بما أجابهم ربهما تعالى قال لا تخافا، لا تخافا. لماذا؟ لأنني معكما، ومن كان الله معه لا يخاف. ومعنى هذا أدع إلى ربك وإن حصل خوف لا يمنعك الدعاء إلى الله ذلك الخوف، الخوف يوجد ولكن لا يمنعك أن لا تعبد الله أو لا تدعو إليه. لا تخافا إنني معكما، والله معنا ومع البشرية كلها أينما كنا هو معنا يسمع ويرى، إذ الخليقة كلها كالذبابة بين يديك، وهو معكم أينما كنتم. دائما نضرب مثل للعوام، لما تكون أمامك نملة أنت محيط بها وإلا لا؟ من كل جهة، لأنك كبير وإلا لا؟ فكيف بذي العرش والله أكبر، فالخليقة كلها بين يديه. ونقرأ لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأين البعد عن الله؟ إني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولون وما يقال لكم، وأرى ما تعملون وما يعمل لكم، اطمئنوا وامشوا في طريقكما إلى إبلاغ رسالتنا ولا تبالي بشيء. قال تعالى فأتيا، أي جاء فرعون وصل إليه بعد شهر بعد شهرين في الطريق ما ندري، فأتياه أي جاء موسى وهارون إلى فرعون. نعم، فأتياه فعل أمر، ائتياه امشي إليه لا تتردد ولا تتراجع، فأتياه فقولا، لما تصلان إليه فقولا إنا رسولا ربك، ما فيها غلظة ولا شدة ولا عنف. فرعون مربوب مخلوق وهو يعرف أنه مربوب مخلوق، أنا وأخي رسولا ربك أرسلنا إليك، لا تغضب ولا تزعل، ما هو من عندنا، سيدك خالقك بعثنا إليك رسولا ربك، نطالبك بماذا؟ أن ترسل معنا بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل أولاد إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. أين ديارهم؟ أرض المعاد، الشام، فلسطين. إنا رسول ربك إليك لمهمتين، ما نسى المهمة الأولى أن تعبد الله عز وجل وحده، والثاني أن ترسل معنا بني إسرائيل.
هذا الشعب المعذب المضطهد في هذه الديار، أمرنا ربنا أن نأخذه إلى أرض المعادي، أرض القدس، أرسله معنا. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لأنهم كما علمتم كانوا يعذبون ولا بالاضطهاد والتنكيل ودفع الأولاد واستخدام النساء، أنواع من العذاب. أما قال تعالى ولا تعذبهم، إذن والله لكان يعذبونهم أسوأ العذاب. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك تدل على صدقنا في دعوتنا، وأننا مرسلون إليك لتعبد الله وتتنازع عن الكبرياء والطغيان والتخبؤ والدعاء الألوهية والربوبية، وتبعث معنا بني إسرائيل إلى أرض القدس. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. ما الآية؟ العصا واليد. ثم بعد ذلك سبع آيات أخرى في حين وقتها. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال أهل العلم هذا ليس سلام تحية، فإن الكافر لا يحيى، وإنما هو سلام نجاة، من اهتدى نجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. السلام بمعنى النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بما يكون باتباع الهدى، آمن وعبد الله عز وجل سليم من عذاب النار ونجا. السلام على من يكون على من اتبع الهدى، أي مشى في طريق الله الموصي إلى رضاه بأن آمن وعمل صالحا وترك الشرك والمعاصي. والله كما اسمعون. ثم قال له إنا قد أوحي إلينا، أي أوحى الله تعالى إلينا، لأن كل منهما رسول يوحى إليه، أن العذاب على من كذب وتولى. بشرى للموحدين المؤمنين، يا بشرى ما أعظمها، بأن عذاب الله لن يكون إلا على من كذب وتولى. أما ما كذب، آمن وصدق وما أعرض عن الله وعبادته، لن يناله السوء أبدا. هذه بشرى عظيمة إلى لا. قد أوحي إلينا ماذا؟ أن العذاب على من؟ على من كذب وتولى، كفر، كذب النبي والقرآن وصل وأعرض عن عبادة الله. أما من صدق آمن وعبد الله فلا عذاب له، الجنة دار الأبرار. والسلام على من اتبع الهدى. وهنا قال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، والعياذ بالله تعالى، أعرض عن طاعة الله، كذب بالله ورسوله ولقائه وشرعه وأعرض عن عبادة الله، هذا صاحب العذاب الذي ينزل به العذاب. مرة ثانية أسمعكم الآية، تأملوها. اذهب أنت وأخوك بآياتنا بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك إليك، إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وضحت الآيات أمامكم، زادكم الله بصيرا، إليكم وفي الكتاب. معنى الكلمة، معنى الآيات، ما زال السياق الكريم في الحديث عن موسى مع ربه تبارك وتعالى،
فقد أخبر تعالى في الآية السابقة له أن في الآية السابقة أنه صنعه لنفسه إذ قال واصطنعتك لنفسي، فأمره في هذه الآية بالذهاب مع أخيه هارون مزودين بآيات الله وهي حججه التي أعطاهما من العصا واليد البيضاء، ونهاهما عن التواني في ذكر الله بأن يضعف في ذكر وعده ووعيده فيقصر في الدعوة إليه تعالى، فقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، وبين لهما إلى من يذهبا وعلة ذلك، فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز قدره وتعدى حده من إنسان يعبد الله إلى إنسان كافر أو كافر ادعى أنه رب وإله، وعلمهما أسلوب الدعوة فقال لهما فقولا له قولا لينا أي خاليا من الغلظة والجفاء وسوء الإلقاء، وعلل لذلك فقال لعله يتذكر أو يخشى أي رجاء أن يتذكر معاني كلامكما وما تدعوانه إليه فيراجع نفسه فيؤمن ويهتدي، أو يخشى العذاب إن بقي على كفره وظلمه فيسلم لكما بني إسرائيل ويرسلهم معكما. فأبدى موسى وأخوه هارون تخوفا فقال ما أخبر تعالى به عنهما في قوله فقال إنا نخاف أن يفرط علينا أي يعجل بعقوبتنا بالضرب أو القتل أو أن يطغى أي يزداد طغيانا وظلما، فطمأنهما ربهما عز وجل بأنه معهما بنصره وتأييده وهدايته إلى كل ما فيه عزهما، فقال لهما لا تخافا أي من فرعون وملئه إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولان لفرعون وما يقول لكما وأرى ما تعملان من عمل وما يعمل فرعون من عمل، وإني أنصركما عليه فأحق عملكما وأبطل عمله، فأتياه إذن ولا تترددا فقولا أي لفرعون إنا رسولا ربك أي إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل لنخرج بهم حيث أمر الله ولا تعذبهم بقتل رجالهم واستحياء نسائهم واستعمالهم في أسوأ الأعمال وأحطها، قد جئناك بآية من ربك أي بحجة من ربك دال على أننا رسولا ربك إليك وأنه يأمرك بالعدل والتوحيد وينهاك عن الظلم والكفر ومنع بني إسرائيل من الخروج إلى أرض المعاد معنا، والسلام على من اتبع الهدى أي واعلم يا فرعون أن الأمان والسلام يحصلان لمن اتبع الهدى الذي جئناك به فاتبع الهدى تسلم، وإلا فأنت عرضة للمخاوف والهلاك والدمار، وذلك لأنه قد أوحي إلينا أي أوحى إلينا ربنا أن العذاب على من كذب بالحق الذي جئناك به وتولى عنه فأعرض عنه ولم يقبله كبرياء وعنادا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا عظم شأن الذكر بالقلب واللسان والجوارح، عظم شأن الذكر، عظم شأن الذكر، أما قال لهما ولا تنيا في ذكري، فالذين ينسون ذكر الله والله لا يقعون في الظلم والفساد والشر، ووالله لا عصم إلا لمن يذكر الله بقلبه ولسانه يعيش مع الله،
أما من ينسى ذكر الله بقلب ولسانه لا يقف عند حد أبدا. ولا تنيا في ذكر، هذا أمر الله لموسى وهارون. نعم. ثانيا، وجوب مراعاة الحكمة في دعوة الناس إلى ربهم. نعم، كما بينا، على الداعي: يا فلان لما لا تصلي وأنت مؤمن وأمك وأباك مسلمان، ما منعك أن تأتي المسجد وتصلي؟ وهكذا إنك كذا بالكلام اللين. أما يا كافر يا فاجر يا كذا يا أحمق، هذا ما يستجيب صاحبه أبدا، لا بد من اللين. يا ممسوخ حالق وجهك الكلب، هذا والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. يا عبد الله يا بني، أنت رجل مؤمن، أنت كذا، ما أحسنك ما أجملك، الله لو تجمل وجهك بلحية عظيمة ترتفع وتعلو وتسمو، هذه الدعوة. نعم. ثالثا، تقرير معية الله تعالى مع أوليائه وصالح عباده بنصرهم وتأييدهم. المعية معيتان، معية مع أولياء الله وصال عباده بالنصر والتأييد، ومعية عامة يسمع ويرى كل حركة منا عامة مع المؤمنين والكافرين. المعية معية الله لو نوعان: معية خاصة بأولياء وأوليائه بنصرهم وتأييدهم والحفاظ عليهم، ومعية عامة فهو مع كل الخلق يسمعهم ويراهم ويأخذ ويعطي. نعم. رابعا، تقرير أن السلامة من عذاب الدنيا والآخرة هي من نصيب متبعي الهدى. هذه الحقيقة، السلامة والنجاة من عذاب الدنيا والآخرة نصيب من، حظ من؟ من آمن واتقى، من اهتدى وسلك طريق الله. نعم. خامسا، شرعية إتيان الظالم وأمره ونهيه والصبر على أذاه. نعم، شرعية أو مشروعية إتيان الظالم مهما ما كان ظلمه، لوعظه لإرشاده لتعليمه لتعليمه، عسى أن يتوب الله عليه. ما نقول ما دام ظالم ما دام طاغية نعيض عنه، بل شرع الله لنا أن نأتيه بأدب واحترام وكذا ونعظه. أما بعث موسى وهو إلى أعظم طاغية إلى فرعون وقال له قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. سادسا، عدم المؤاخذة على الخوف حيث وجدت أسبابه. كما بينت لكم، يوجد بعض المتصوفين يقولون لا تخف، فوض أمرك إلى الله، لا من حي ولا أفعى ولا حنش ولا ظالم ولا الظلم والخوف ما ينبغي مع الإيمان، وهذا ما هو صحيح. ما خاف موسى وهارون، قال إنا نخاف، فقط خف بالفطرة تخاف، لكن لا يحول بينك وبين أداء رسالة ما تخافه. عارضك عارض وأنت ذاهب إلى المسجد، ما يمنعك الخوف أن تمنع أن تترك الصلاة في المسجد، توكل على الله. وكون يحصل لك خوف بالفطرة والطبيعة. نعم.